نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الكلام عن حلول للأزمة الحكومية على قاعدة البيطار في مقابل مجلس الوزراء، مؤكدا أن لا تدخل سياسيا في عمل القضاء وأن لا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت. لكن يكثر الكلام عن مجموعة اقتراحات وضعت على طاولة البحث في الساعات الأخيرة، منها تشكيلات قضائية جديدة بالجملة، ومنها العودة إلى إنشاء الهيئة الاتهامية للاستئناف في قرارات المحقق العدلي الإجرائية، غير أن لا طرح قد وصل إلى مرحلة النضج حتى هذه اللحظة وسط اصطدام الاقتراحات بعدم قدرة السلطة السياسية على إقصاء قائد التحقيق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في تفجير المرفأ. الرئيس نجيب ميقاتي عقد أكثر من اجتماع مع الرئيس نبيه بري ومع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وتشير مصادره إلى أن مساعيه مستمرة من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأيام العشر المقبلة. وفي المعلومات أن مساعي ميقاتي سيكللها برحلات خارجية أبرزها إلى روما والفاتيكان، حيث سيلتقي البابا فرانسيس لطلب المساعدة منه على حل الأزمة اللبنانية. أما الأزمة المرتبطة بموقف ثنائي الشعي من القاضي بيطار وعودة مجلس الوزراء، فيقول فيها الوزير السابق غسان عطالله في حديث إلى برنامج هنا بيروت عبر الجديد أنها في طريقها إلى الحل وسط اتخاذ قرار جامع بضرورة الذهاب إلى حل سياسي وعدم إبقاء الوضع على ما هو عليه. لقاءات الرئيس ميقاتي عم تكون كثيرة، وبعتقد أنه سيكون هناك بوادر إيجابية في الوقت السريع. شو يعني بوادر إيجابية؟ يعني إعادة مجلس وزراء إلى الانعقاد. على أي أساس؟ بعتقد أنه الثنائي الشيعي ليس له مصلحة بتطيير الحكومة، كرمال هيك الكل يبحث عن حلول لإعادة عجلة الحكومة إلى الانعقاد. فبموضوع التيار الوطني الحر أو رئيس الجمهورية لن يكون هناك أي مقايضة معهم، ولن ندخل بأي مقايضة مع أي أحد بموضوع القاضي بيطار. وعن الأزمة المرتبطة بتصريحات وزير الإعلام جورج أرداحي، يقول عطلة أنها محلولة في الأيام المقبلة. اليوم في تغيير بال24 ساعة الأخيرة، وفي دخول على الخط للفرنسيين بهذا الموضوع لحل حالة هذا الأمر. هذا الشيء ممكن يوصل إلى أنه يكون في استقالة، نوع من حل هذا الملف عبر الاستقالة. عبر الاستقالة بمكان ما، يعني قد تكون الزيارة اليوم بين الوزير فرنجي ورئيس الحكومة ببحث بكامل هذا الملف كله سوا، لأنه أعتقد للذهاب بالوزير أرداحي ليقرر الاستقالة في الساعات المقبلة. هيك أعتقد أنه هذا الموضوع أصبح شبه جاهز. عطالة أكد أن رئيس الجمهورية ميشيل عون سيتوجه إلى قطر، حيث افتتاح كأس العرب لكرة القدم، على أن يستغل زيارته للعمل على تحسين علاقة لبنان بالخليج، مشيرا إلى أن السفراء الثلاثة للدول الخليجية الذين التقوا عون طمأنوه إلى وضع المواطنين اللبنانيين في الخليج.